أتدخل لحل خلاف. أنا ما بتدخل إلا إذا حدا سألني. خلينا نشوف. خلاف إليسا وزياد برجي، خلاف ميريام فارس وفارس كرم، خلاف أصالة ومايا دياب. تتدخلي لحل خلاف مين؟ إليسا وزياد برجي. وقلتي السبب بإيلو قال. بحبهم اثنيناتهم كثير. فارس كرم بحبه كثير، مريم حرام مريم كيف صاير صوتها. انت ما دافعتي عنها لما تعرضت للهجوم بعد اغنية المونديال؟ بلا. بلا مش كثير يعني، بس انه انا باركت لها، عملت عمل كثير حلو. بس لما فارس فلتت منه هالكلمة حولتها بذكاء بشع الى قضية حقوق الانسان. بس كلمة ما بتنقال بغض لا النظر. ما بتنقل. لا 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 ما بتنقل علنا. لا بس ولا بالمخفي ست نضال. بلا بالمخفي بتنقل. ليه قلتي صوتها متراجع وعم تشوف عم تعمل أضخم الحفلات؟ بصراحة غنية المونديال أنا لا نجحت كتير. نجحت ما حدا بيشبهها على المسرح. بس هي بعد ما ردا لاحظ حتى هي عم تحكي صوتها صار يعني صار صوتها في شيء بتحتاج. لا ما انتبهتوا كلكم؟ أنا ما رح أعلق، أنا عم بسألك بس. أنا ما عم لك علي، ما انتبهت؟ لا بلا تغير صوتك. سؤال آخر. لدي الفضل على كلهم يعني كلهم؟ لا أنا حطيت لك خيارات بدك تختاري، بدايات هيفا وهبي، بدايات ماجي بوغصن، أم بدايات إليسا؟ يعني لا ماجي ما إلي فضل عليها لأنه ما كنت بعرفها وقت كنت بدايتها. بتقول هي عندها بدايات بسوريا ما كنت بعرفها. بدايات إليسا بلا بالرأي فيما خص الرأي، بس مش السعي ولا شيء. لما كنت كصحفية بدايات هيفا بلا يعني أنا ساعدت هيفا كتير. فإذا أعطيني خيار واحد تختاري بدايات هيفا وهبي. على سيرة إليسا بأحد المقالات وصفتي صوتها بالنشاز، ولكن حسب معرفتي هي دقت لك من بعد هالمقال. هي وقتها غنت ما بعرف إذا بقرطاج لما كتبت إليسا ما بين نشازي ونشازي نشاز، فبدأت تروح على الكونسرفتوار الوطني. وهيدي أهمية إليسا إنه تسمع إلى النقد، ما بتعاديك لأنك قلت رأيك.